زي الاستاذ حازم تفضل، بقالي 20 سنه في المجال، وانا جاي هنا بفكر لنفسي بقول طب هو انا هتكلم في ايه؟ فقعدت افكر في هو ايه اللي حصل في ال 20 سنه اللي فاتوا في مجال الاوراق الماليه وسوق الاوراق الماليه، ولقيت انه قليل جدا. يعني ده من 92 هو القانون طلع من هنا وانا كنت هنا، حصل قليل جدا في 20 سنه. الشكل بتاع السوق، الحاجه الكبيره اللي حصلت ان 1 اكتوبر سنه 96 تم تشغيل نظام الحفظ المركزي اللي احنا بقينا الاسهم بقت راحت من ورق كده وبنروح البورصه كل يوم الصبح الى حاجه الكترونيه، فده ابتدى يسهل دوره التسويه ويسهل دوره التسليم ونقل المكاييل اللي لازم منه. بس في 20 سنه المنظومه القانونيه ما اتغيرش في حاجات كتير. القرارات اللي طلعت من قبل هيئه الرقابه الماليه او هيئه سوق المال قبل كده، انا بتكلم بجد 20 سنه، مش مثلا وقت دكتور هاني من 4 سنين او لا، من سنه 92. القرارات اللي طلعت كلها قرارات رقابيه متعبه يا متعمدين، كل شويه يا اما شكل التداول عليها تعمل اجراء جديده وتستوفي اجراء جديده وممنوع كذا. وده بيدخلني في حاجه الدكتور هاني قالها، يعني انا متفق معاها، اللي هي الرقابه السابقه هتبقى صعب جدا حضرتك، انا متفق معاها، بس لازم هيئه الرقابه الماليه يبقى ليها دور رقابي ودور تنظيمي. احنا محتاجين الدنيا تتنظم شويه فتبقى اسرع، فنقدر نقدم الخدمات اسرع للعميل ايا كان هو عايز يشتري ايه او يبيع ايه، فالعجله تدور، لان في الاخر اللي بيحكم المجال ده كله العميل ايا كان حجمه اللي هو معاه راس مال بيستثمره، هو ده الوضع بتاعنا حاليا دلوقتي. فلو التنظيم ده سهل لنا الدنيا الاقتصاد او سوق السوق هيطلع والتداول هيزيد واللازم منه. بالنسبه للنشاط الثاني يا استاذ حازم، تمويل عقاري، الفائده الحكومه كانت بتستلف ب 16%، فعايز واحد زي ما حضراتكم تابعتوا، دي لقطات من مؤتمر المال والتمويل التاسع لسنة 2013 بعنوان نعمل معا لتأييد مصر عالميا. المؤتمر كما يبدو من اسمه مؤتمر مالي اقتصادي، بيحضره مجموعة كبيرة من الخبراء والاقتصاديين على رأسهم وزير المالية، وزير التخطيط، وزير الاستثمار، وأيضا مستشار رئيس الجمهورية الدكتور مصطفى حجازي. وأكيد في محاور كتير اقتصادية ستناقش، كلها بهدف إنعاش الاقتصاد المصري وإيجاد حلول جديدة لتحسين وضع مصر اقتصاديا. برحب بأستاذ عزت إبراهيم الكاتب الصحفي بالأهرام وخبير العلاقات الدولية، وجولتنا اليومية أستاذ عزت مع الصحافة العالمية. ونبتدي بتعليق سريع من حضرتك على هذه المؤتمرات الاقتصادية، وأكيد ليها أصداء، هل بتتناولها الصحف العالمية باهتمام، أو بيكون ليها صدى في الصحافة العالمية ولا لا؟ أعتقد حتى الآن الصدى يمكن هتلاقيه في بعض الوكالات اللي هي متخصصة في شأن المال والاقتصاد، الاقتصاد زي بلومبرج والخدمات الخاصة في مثلا في نيويورك وما شابه. لازالت نحن لازلنا في مرحلة محاولة الاطمئنان على الوضع الاقتصادي، ولم نصل بسبب أشياء كثيرة إلى مسألة أنه تحققي مؤشرات جيدة على مستوى استعادة الأمن وغيره. مثلا الحالة الاقتصادية، الحالة السياحية، حالة السياحة في مصر لازالت لا تعطي مؤشر جيد للعالم الخارجي. لابد من استتباب الأمن قبل الحديث عن كل هذا، بالإضافة إن أنه الأمور الخاصة بترتيبات المالية، خاصة تدفق الاستثمارات، زي مثلا زيارة محافظ البنك المركزي لأبو ظبي بالأمس وتأكيده أنه في الاحتياطي بيزيد وغيره، أعتقد أن دي أخبار تشجع على مزيد من الاهتمام. نعم. طيب احنا عندنا بس بعض الاخبار العاجله اللي بننوه عنها. كنا تابعنا خبر قلناه قبل لحظات او قبل دقائق عن حريق في 6 اكتوبر، وتوجهت لمحاوله السيطره عليه 15 سيارة إطفاء. تواصلنا مع العميد جمال عبد المنعم مدير الحماية بالجيزة، وقال أنه تمت السيطرة على حريق أحد المصانع في 6 أكتوبر دون أي خسائر في الأرواح والحمد لله. خبر تاني أيضا عاجل أنه تم تمديد فتح معبر رفح حتى يوم الجمعة لعبور الحجاج الفلسطينيين والمرضى والعالقين.
نبتدي مع حضرتك أستاذ عزت بنيويورك تايمز، والحقيقة مقال مهم جدا عن أنه الشرق الأوسط على أعتاب خريطة جديدة، وفي خريطة موجودة في الموقع أو مع الخبر بتبين أنه سيتم تقسيم أكتر من دولة في المنطقة، أكتر من دولة عربية، وبيقال أنه نقطة البداية ستكون سوريا على الأرجح، لأن المنطقة تعج بالأطياف العرقية والدينية والقبلية المتناحرة. إلى أي مدى هذا السيناريو قابل للتحقق؟ كل فترة بيظهر مقال من هذا النوع في دوريات، كان من حوالي سنة 2005 أو 2006 ظهر في أحد الدوريات كليات الحرب الأمريكية خريطة لتقسيم المنطقة وأثارت جدل كبير. هذا المقال لروبن رايت وهي باحثة معروفة في معهد السلام الأمريكي ومركز ويلسون، صحفية سابقة في الواشنطن بوست وغطت المنطقة لفترة، تتحدث عن أن فكرة أنه خمس دول ربما تتفتت إلى 14 دولة. الخمس دول هي سوريا وليبيا والعراق واليمن والسعودية والسعودية كمان؟ وبتحط السيناريوهات. أعتقد أنه الجزء الخاص بالسعودية مثير للجدل بشدة. أنا كنت هقول لحضرتك كل الدول التانية يمكن في يعني دايما في كده كلام عن تقسيمها بالفعل، لكن السعودية دي الجديدة أو الغريبة. هي بتقول أنه الأسباب هي فكرة أنه الربيع العربي فتح الفرصة للمجموعات عرقية ومذهبية أنها تعبر عن نفسها. أنه الخريطة بتاعت سايكوس بيكو اللي هي في العشرينات تم إقرارها وتم تقسيم المنطقة على أساسها، اليوم بتشهد نوع من التمرد على فكرة الروابط الدول المركزية في المنطقة. بتقول أن مراحل التفسخ المحتملة لبعض الدول تضم بدأت مؤشراتها الآن، رغم أنه كان مستبعد هذه الفكرة في السابق، تبدأ بفكرة أنه إقامة نظام فيدرالي، وده يمكن بدايته دلوقتي في ليبيا، إلى فكرة أنك تقيم نظام فيدرالي، وبعدين داخل النظام الفيدرالي الخريطة بتقسم ليبيا على ثلاث مناطق اللي هي فزان وبرقة وطرابلس. الثلاث مناطق ديت في حالة هتوصل للمرحلة الثانية اللي هي فكرة الحكم الذاتي، وبعد الحكم الذاتي التقسيم الصريح. وهي مرشحة الخمس دول إلى احتمال أنها تصل إلى المرحلة النهائية هي للتقسيم الصريح. بتقول انه البداية والنقطة هي الحقيقية في هذا الامر هي سوريا. سوريا مرشحة لدولة علوية، مرشحة لدولة سنستان، دولة السنة، اللي هي امتدادها ايضا داخل العراق في منطقة الانبار والمنطقة طبعا الاكراد، اكراد سوريا في الشمال. المنطقة الكردية في الشمال مرشحة انها حاليا في ترتيبات لمؤتمر كبير للأول من نوعه للأكراد في المنطقة، في هذه المنطقة برعاية أكراد العراق، باعتبار أنهم الأكثر استقرارا والأكثر يعني عندهم موارد مالية أكثر. تمام. وطبعا الحلم الكردي يعني معروف عبر التاريخ أن يكون دولة خاصة بيهم، أكراد العراق وسوريا وتركيا. وحضرتك قلت ان كان في مردود خطير صباح اليوم من اردوغان بناء على ذلك، اعلان عن حزمه الاصلاحات الديمقراطيه في تركيا للمره الاولى التي تمنح الاكراد بعض الحقوق، منها استخدام اللغه الكرديه للمره الاولى في المدارس الخاصه التركية. وده كان دي طبعا يعني ده تطور خطير، لأنه كان معروف أنه يعني ما بين تركيا والأكراد ما صنع الحداد. الأمر الثاني استعادة بعض الأسماء والأحياء الكردية ومنحهم بعض الحقوق على المستوى المحلي. واضح أنه في ضغوط، وده ضمن إصلاحات أخرى، مثلا سماح بالحجاب في المدارس أو في المؤسسات الدولة. من الواضح أنه ممكن تكون في صدى لهذه التقارير في الأوساط الدولية، أنه لما بتتكلمي على مسألة أنه في الحالة، نسيت أقول أنه في الحالة بتاعت مصر أنه هذا التقرير بيرى أنه يمكن أن مصر خارج هذا التقسيم. مصر مش متقسمة الحمد لله. بالنسبة لليمن، الشمال والجنوب في اليمن مرشح للتصاعد، وربما نصل إلى الجنوب ينفصل قريبا. بالنسبة لحالة السعودية هي بترى، وأعتقد أن الكلام ده مش كلام بس الكاتبة، ولكنه ربما تكون هناك وراء تقديرات أخرى. تمام. أنه حالة السعودية السعودية فيها كلام عن احتمال أن يذهب جزء من اليمن إلى السعودية، ولكن تحت الضغوط في العشرين سنة الجاية ربما نشهد بعض التفتت في السعودية. تمام. نروح للأسوشيتد بريس وعنوان مقال فيها ورطة النخبة في مصر.
الحقيقة أنه لسه الأسوشيتد بريس بتتناول الوضع في مصر من منظور الإعلام الغربي بشكل عام، شايفة أنه 30 يونيو انقلاب، وأنه القبض على قيادات جماعة الإخوان بناء على أوامر قضائية يمثل قمع. بتقول أنه القمع الوحشي ضد الإسلاميين بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر يشكل ورطة للنخبة المثقفة في مصر الذين دافعوا عن حريات أكبر أثناء ثورة يناير 2011، لكنهم يتقبلون الآن الاعتقالات والمداهمات التي تستهدف جماعة الإخوان. هو بشكل عام هنلاقي أنه ضمن أشياء أخرى الوكالة ربما لا ترى إلا جانب جزء خاص به اعتقالات جماعة الإخوان، يمكن هم ما بينظروش قوي في الجزء القانوني الخاص بهذه الأمور، فبتلاقي أنه دايما التقارير في هذه الحالات وفي حالات أخرى جراء صحف أخرى بيعكس فكرة الانقسام النخبة الحقوقية. نخبة حقوق الإنسان في مصر منقسمة على مسألة هل خصوصا بعد ما حدث في رابعة العدوية بيروا أنه استخدام المفرط للقوة في حالة رابعة العدوية أدى إلى تباين شديد في وجهات النظر، البعض يرى أنه لم يكن أمر يستوجب هذا الاستخدام للقوة. في نفس الوقت بترى أنه المجتمع الحقوقي في مصر سيستمر لفترة من الوقت في هذا الانقسام، هو في انقسام كبير الحياة في المجتمع الحقوقي فعلا ما لم يحدث نوع من تسوية هذه الأوضاع وحالة من التوحد في المجتمع المصري على مستقبل واضح للعمل السياسي. طيب نروح للوس أنجلوس تايمز. السياسة تفرق بين الأقارب والأصدقاء القدامى في مصر، مش بس الانقسام على مستوى الحقوقيين أو النخبة، أيضا على مستوى الأسر العادية. لوس أنجلوس تايمز بتقول مصر تعاني من صدع وطني عميق إذ ينقسم الأقارب والأشقاء بسبب المناقشات حول الجيش وجماعة الإخوان، وبتحكي قصة مواطن مصري اسمه أحمد سمير، يعني فقد علاقته بعائلته بأفراد من عائلته بسبب تأييده للجيش وإعلانه هذا التأييد على موقع الفيسبوك أو الإنترنت، وزيه كتير بشكل عكسي، يعني برضو في ناس أبرزت تأييدها للإخوان أو مع ما حدث أو ضد ما حدث في رابعة العدوية، وفقدت أفراد من عائلتها تأييدهم يعني أو علاقتها بيهم. هو التقرير بيركز على فكرة غياب الأرضية المشتركة بين المصريين بعد 30 سنة على المستوى الإنساني بقى، مستوى الأسرة المصرية، أنه في الأسرة الواحدة في انقسام، في بتقول أن في المقاهي وفي النوادي وغيره الحوارات المشتعلة والخلاف وجهات النظر يتحول إلى تشابك بالأيدي أحيانا، وأنه ده ربما حالة يراها المصريين للمرة الأولى بهذا الشكل. الأمر الآخر أنه بتبرز فكرة أنه كل القوى الليبرالية والعلمانية في مصر بتحمل الإخوان المسلمين مسألة الانشقاق اللي حصل في المجتمع المصري بعد 30/6، وأنهم بسبب الحكم سنة من حكم محمد مرسي كان هو اللي وصل المصريين إلى هذه الحالة. نعم. عندنا خبر ورد لينا، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السيد محمد فايق كان في زيارة للشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر، ودي صور من هذا اللقاء. اللقاء تناول آخر تطورات المشهد في مصر وعرض لموقف منظمة حقوق الإنسان في مصر في الوقت الحالي وتقريرها عن الوضع في مصر وعمل المجلس القومي لحقوق الإنسان. نروح لنيويورك تايمز، نستكمل مع حضرتك أستاذ عزت جولتنا. نيويورك تايمز معنونا مقال كبير مهم تحت عنوان رحلة حزب النهضة التونسي عبارة عن تنازلات وتراجعات ومرسي عجل بنهايته. يعني مضمون المقال يتحدث عن أنه حزب النهضة اضطر أنه يقدم تنازلات تمثلت في استقالة الحكومة، وبالمناسبة ده مش أكيد لحد دلوقتي لأنه تقريبا كان في خبر النهاردة الصبح أنه الحكومة مش عايزة تستقيل ومصممة أنها تستكمل حتى إصدار النسخة الأولية من الدستور.
وامبارح كان معانا لقاء مع احدى العضوات المنسحبات من اللجنه التاسيسيه وقالت نفس الكلام، قالت ان احنا مش واثقين في الحكومه خالص حتى بعد ما اعلنت انها هتستقيل انها تنفذ وعودها. المهم انه حزب النهضه تفسير المقال انه تنازل بناء على الوضع بشكل عام وما حدث لجماعه الاخوان المسلمين في مصر وخوفا من ان تلقى او يلقى نفس المصير. يعني أعتقد أنها زاوية نادرة في الصحافة الأمريكية أنها تعترف أن هناك تأثير لما حدث لجماعة الإخوان. زاوية نادرة. لأنه دايما هم بيدافعوا عن اللي حصل في مصر بفكرة أنه انقلاب. بالتالي هم هنا بيعترفوا بشكل واضح أنه حتى في تونس هناك عجز وهناك سوء إدارة للحكم، وأن هذه الحكومة في تونس أوصلت البلاد إلى حالة من الانسداد السياسي اللي نتيجته دلوقتي أنه في جناح السلطة أو الجناح القوي في حزب النهضة بيصر على الاستقالة زي ما قالت الصحيفة، مقابل أن هناك مقاومة من بعض الأعضاء، ويمكن ده هو اللي بيفسر فكرة أنه في تردد في مسألة الاستقالة أو اللا استقالة. طيب نروح لأنقرة، لصحيفة الاندبندنت البريطانية، مقال الكاتب باتريك كوكبيرن تحت عنوان أنقرة تقضي على طموحها في قيادة المنطقة بدعمها للإخوان. كما يتضح من عنوان المقال أو من يعني أنه بيحتوي على تبريرات أو مسببات ل فقدان تركيا لزعامة كانت تطمح إليها في المنطقة بعد أن فشلت في الانضمام للاتحاد الأوروبي اللي كانت بتسعى ليه على مدى سنين طويلة، فابتدت تتجه إلى المنطقة العربية وكانت حققت فعلا إنجاز كبير ووصلت أنها بقت لاعب أساسي، خصوصا أنها كانت بتحاول تحصل على دور في القضية الفلسطينية يعني والعلاقة مع إسرائيل وما إلى ذلك، فقدت كل ذلك بدعمها للإخوان. هي اللعبة التركية السياسية في المنطقة أصيبت بضربة قوية بعد خروج الإخوان في مصر. هذا المقال أيضا أعتقد أنه ضمن سلسلة من المقالات بدأت تظهر في الصحف الغربية عن فقدان النفوذ التركي في المنطقة، أنها اعتمدت في البداية على تشكيل تحالف سني في مواجهة نظام الأسد، هذا التحالف انفض بعد أن أو أصيب بمشكلة كبيرة أنه الخلاف بين السعودية وتركيا وقطر حول طبيعة مساندة المتمردين أو طبيعة مساندة القوات المعارضة في سوريا. تركيا وقطر انحازوا إلى الأطراف المتشددة، السعودية فضلت الائتلاف المعارض المدني المعتدل، وهذه ضربة من ضربات كثيرة نالتها السياسة التركية في المنطقة، من بينها طبعا الشكل الذي ظهرت به السياسة التركية بعد سقوط الإخوان في مصر ومحاولاتهم إنقاذ حكم الإخوان ولكنهم فشلوا في نهاية الأمر. نعم. طيب هل تتوقع أن تركيا تحاول بعد ما يفقد نظام الإخوان أي فرص للعودة تحاول أن تسترد دورها في المنطقة مرة أخرى بشكل أو بآخر، ولا ده أصبح صعب أنه يحدث؟ وإذا حاولت ممكن تكون يعني إيه آلياتها؟ أعتقد أن الكاتب في الاندبندنت بيشير لحاجة مهمة، أنه حالة أردوغان هي أشبه بالحالة التي كان عليها توني بلير في بريطانيا عندما تمسك بمشروعه وتمسك برأيه في حرب العراق ولم يقدم تنازلات، وانتهى به الأمر إلى هزيمة سياسية مذلة في بريطانيا. هو بيقول أنه أردوغان من الواضح أن مشروع أردوغان أصيب بنكسة كبيرة وهو مستمر على هذا المنوال، وبالتالي لا أعتقد أنه سيتم إصلاح السياسة التركية وعلاقتها بالدول المهمة في المنطقة في الأمد القريب. نعم. طيب عندنا خبر عاجل من داخل لجنة الخمسين، تحديدا لجنة نظام الحكم، قررت أن تبقي على مجلس الشورى تحت اسم مجلس الشيوخ، ويتم اختيار ثلث أعضائه بالتعيين وثلث الآخر بالانتخاب، وأكدت أنه من حق أعضاء مجلس الشورى توجيه سؤال وتخصيص كوتا للمرأة والأقباط والشباب بنسبة 25%. ده خبر من داخل لجنة الخمسين، والناس كانت عاملة يعني معولة على فكرة أنها يعني يتم التنازل عن مجلس الشورى، يتم إلغائه، المفاجأة أنه هو تم الإبقاء عليه حقيقة تحت اسم مجلس الشيوخ. أكيد حيبقى عندنا تفاصيل لمسببات هذا الإبقاء لاحقا. يعني نروح لمقال روبرت فيسك في عن الجيش السوري الحر، هو الحقيقة بيتكلم عن أنه
هناك من يتفاوض مع الجيش السوري الحر من داخل نظام الأسد من كبار رجال الأسد، وخص بالذكر شخصية خالد محجوب. خالد محجوب هو شخصية لها يعني نفوذ واسع لدى بشار الأسد، كان رفيقا له في سنين، كان رفيقا للدراسة أو في الدراسة لشقيقه باسل الأسد، ويعرف العائلة معرفة جيدة، وبإمكانه الاتصال المباشر مع الرئيس السوري، ويشار إليه بأنه رجل المهام الكبرى في الغرب، ويتلخص دوره في إقناع قادة وصحفي العالم الغربي أن النظام السوري هو الحكم العلماني الوحيد في الشرق الأوسط، وأن أعداؤه سينقضون على أوروبا إذا هم فازوا في سوريا. بالمناسبة النهاردة كان في خبر في الشروق ما شفتوش في أي صحيفة تانية، أنه بشار الأسد سيترشح لفترة ولاية أخرى، يعني ده على حسب إعلان وليد المعل. أنا أعتقد أنه روبرت فيسك يعني بيقدم من الكواليس، كواليس السلطة في سوريا، شيء مهم جدا هي فكرة أن علاقة الأفراد المحيطة بالأسد بالنظم الغربية وبالحكومات الغربية، هذا الرجل رجل أعمال مهم يقود عملية التفاوض بالنيابة عن نظام الأسد في بعض الدول الأوروبية، أمور لا نجدها بسهولة في وسائل الإعلام العالمية، لكن هنا بيحاول بيقدم صورة. أعتقد أنه ملخص المقال أنه هذه الشخصية خالد محجوب هو ربما يكون يعني مثابة جسر يعبر منه نظام الأسد إلى فكرة أنه وجد تسوية تبقي نظام الأسد في السلطة ولو حتى في عدم وجود بشار الأسد. نعم، يعني أشكرك، وأنا سعيدة أن احنا خدنا جزء كبير من الجولة النهاردة، جولة أخبارنا مع الصحافة العالمية. شكرا لحضرتك أستاذ عزت إبراهيم، الكاتب الصحفي بالأهرام وخبير العلاقات الدولية. لسه مستمرين معاكم في بث مباشر، فاصل قصير نستكمل بعده بث مباشر لكن مع الفقرة الرياضية والزميل إبراهيم فايل. خليكم معنا.